يعني بيعاني على مستوى النتائج الفترة اللي فاتت، وده خلى الإدارة تغير الجهاز الفني وتتعاقد مع دايتش اللي كانت بدايته مثالية، وقدر يحقق الفوز على حساب أرسنال المتصدر في مفاجأة كبيرة جدا. نتيجة منحت إيفرتون دفعة معنوية كبيرة، خصوصا أن الفوز كان على حساب المتصدر، ورغم أن ترتيب الفريق في جدول البريمير ليج مازال مقلق للجماهير، لكن الكل متفق على تأثير شون دايتش. الأخبار هناك بتقول إن الإدارة اتفقت معاه على عقد بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني سنويا، رقم كبير. كمان كان في إصرار على وضع بند في العقد بإن الفريق لو نجح في الاستمرار في الدوري الإنجليزي فيقدر شون دايتش يحصل على مكافأة تقدر بحوالي 3.5 مليون استرليني، يعني أزيد من نصف مرتبه السنوي. هي مكافأة قابلة للزيادة لأن القيمة تحدد بحسب المركز اللي هينهي فيه الفريق هذا الموسم. ما ظنش أن إيفرتون هيكمل في البريمير ليج برغم المكافأة المغرية من إدارة إيفرتون. نقدر نقول المكسب على أرسنال، ويمكن مكسب صعب جدا 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 في أول مباراة، يديهم دفعة معنوية، بس إيفرتون كان بيواجه صعوبة جدا كبيرة جدا في المباريات اللي فاتت.